اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. في حلقة الامس كان من المفترض ومن المفروض ان تشاركنا عبر الهاتف من المنطقة الشرقية، ولكن وقبل الهواء بلغنا خبر ايقاف منال الشريف من قبل مرور الخبر بمرافقة هيئة الامر المعروف والنهي عن المنكر. وبعد ان اكدت لنا خلال الحلقة الناشطة الحقوقية الاستاذة خلود الفهد ان الافراج عن منال اضحى وشيكا، تم بالفعل اخلاء سبيلها بعد اخذ التعهد عليها بعدم تكرار قيادتها للسيارة، لكن القضية بدأت منذ تلك اللحظة، حيث تم إعادة اعتقال منال من بيتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، من ليلة أمس يعني صباح اليوم. منال الشريف هذا يمثل أول طبعا ردة فعل عملية على التحركات المطالبة بقيادة المرأة للسيارة. اليوم الحقيقة نواصل ما بدأناه يوم أمس، وأحب الحقيقة قبل أن أبدأ نطرح تساؤلات كثيرة. طبعا بعد الحلقة حتى نتأكد عمليا هاتفت الأخت الأخت منال الشريف، والحقيقة امتدحت لي التعامل الراقي من مرور المنطقة الشرقية والتهذيب في التعامل من خلال التعاطي معها، ولكنها في الوقت ذاته، واسألوها فهي لديكم بالنسبة للمسؤولين الآن، احتجت وامتعضت من تعامل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر معها. وحاولنا أن نهاتف الهيئة ولكنها كالعادة لا تجيب إلا على من تريد. الأسئلة التي لا تروق لها لا ترد عليها. وبس حتى نوضح للرأي العام. فيما يتعلق بالأسئلة الأخرى التي الآن تشغل بال الناس، ما هي جريمة منال الشريف الأساسية؟ إذا كانت الجريمة قيادة المرأة أخذ التعهد عليها ثم أيضا تم إلقاء القبض عليها في آخر الليل أو في صباح اليوم، ما هي الجرمة؟ الآن هي في الإصلاحية في المنطقة الشرقية، ما هي جريمتها؟ سؤال يطرح. طبعا أيضا احنا حاولنا نكلم الجهات الرسمية ولكنها لا ترد، يبدو أنها لا تعلم أن هناك رأي عام في السعودية ورأي عام عربي ورأي عام عالمي يعني بدأ يعني شفته يعني في قنوات ناقشت. أنا أعتقد أنه اللي يحب المملكة العربية السعودية لابد أن يحبها بطريقة حضارية. حتى اختلفنا مع منال ولا اتفقنا، لابد أن يكون في إيضاح ما هي الجريمة، ما هي المخالفة التي ارتكبت، لماذا، هل هو منطقي اعتقالها في آخر الليل في صباح اليوم بطريقة الحقيقة تعددت الروايات فيها، وسبب دائما تعدد أو المعلومات أو تعدد الروايات هي حجب المعلومات، كذلك الشائعات سببها حجب المعلومات. اليوم في حديث أنه أتوا الأمن اللي تابع أرامكو ودقوا الباب وقالوا أطلعي في ورقة تعهد إلى آخره. طيب هل أمن أرامكو لديه هذا السلطة أن يفعلها، أم أن هناك أناس آخرين كانوا يعني بين أمن أرامكو؟ هناك من يقول أن الهيئة، ولكن هذه رواية ليست دقيقة. هناك من يقول أنها المباحث، هناك من يقول أنها المرور. من يحسم هذه الشائعات وهذه السوالف المتعددة ويعطينا سالفة واحدة أو رواية واحدة دقيقة؟ طبعا لابد أمارة المنطقة الشرقية تطلع بيان، أو وزارة الداخلية السعودية تطلع بيان، أو مرور المنطقة الشرقية تطلع بيان، حتى لا نجد اجتهاد قد يزعج كثير من الناس أو يزعج المسؤولين. طبعا في مسؤولين الآن يتابعوني ويقولون إحنا نهول وما نهول، يا أخي إحنا نهول، أنتوا اقتلوا تهويلنا من خلال إيضاح المعلومات، إذا في طريقة أخرى تقتلون التهويل فلم تعد جيدة لأنها ليست حضارية. واليوم المعلومات لا تنتظر يا هلا أو أي قناة أخرى أو أي أو 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 أي مكان إعلامي آخر، الموضوع موجود على تويتر، موجود على الفيسبوك، موجود في أماكن كثيرة. عموما اليوم الحقيقة خير ما أبدأ به في هذا الموضوع اللي إحنا في هذا البرنامج نبحث عن السالفة، لماذا طالت فيه؟ إن كان ممنوعا فلماذا لا يأتي قانون واضح ويقال ممنوع، وإن كان مسموح فلماذا لا يأتي ذلك؟ خير ما أبدأ به هذه الحلقة وهو الأهم والمهم دائما، القائد الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في هذا اللقاء الذي أجري قبل فترة، نتابعه سويا ثم نعود للنقاش بعد ذلك. المرأة هي أمي، هي أختي، هي بنتي، هي زوجتي، أنا مخلوق من المرأة والمرأة مخلوقة من هذا الرجل. يعني عند الآن في يعني البادية ناس يعني يسوقون، لأن العادة رجالهم
أصبحوا للشغل في المدن، أصبحوا ما في عند حلالهم إلا النساء. أصبحت النساء تسوق وتروح وتجيب يعني كل ما تحتاجه من يعني المدن أو من المياه اللي يعني لا في، لكن المدن ما صار فيها شيء. وهذا شيء يمكن يعني مع الزمن مع الوقت. الصبر جميل. يوجد العديد من نعم. إذن هذه الكلمة للملك عبد الله بن عبد العزيز في لقاء سابق مع باربرا وولتر. وأيضا أحب أني تصريحات في عام 2005 للأمير سلطان بن عبد العزيز. الأمير سلطان بن عبد العزيز يقول التالي، راح أختزل لكم ولكنها موثقة، أتمنى نظهر القصاصة على الشاشة على أساس بعدين ما حد يقول أنه ما وثقنا أو المهم. في ثنايا اللقاء، طبعا هذا الموضوع في 25 ديسمبر 2005، 23 ذي القعدة 1426، يقول الأمير سلطان، وأكد سموه طبعا هذا الزميل عقيل العنزي وعلي أبو سنجة في صحيفة الرياض تقريبا، أكد سموه أن قيادة المرأة للسيارة مسألة يطلبها الآباء والأزواج والإخوان أو الأخوان. وقال سموه متى طلب منا الآباء والأزواج والأخوان أن المرأة تسوق ننظر في ذلك، وإذا هم يطلبون عكس ذلك نحن ما نجبرهم عليه. هذا نص ما قاله الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وأيضا سأورد لكم ما قاله الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية في 24 ربيع الآخر 1426، 1 يونيو 2005. اللقاء الخبر طويل ولكن هو ضيق للزميل التغطية محمد الغنيم في الرياض. يقول في سؤال حول موقف الحكومة من الجدل الدائر حول موضوع قيادة المرأة للسيارة، يقول الأمير نايف بن عبد العزيز: أعتقد أنه جدل ليس له معنى، لأن هذا شأن اجتماعي ويقرره المجتمع. البعض وضعها قضية وهي ليست قضية. هذا قبل لا نبدأ في النقاش حبينا بس نوردها. وأيضا قبل لا نورد في النقاش خلونا نشوف رأي الإمام ناصر الدين الألباني في هذا الموضوع تحديدا. يجوز للمرأة تقود السيارة؟ إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة فيجوز لها أن تسوق السيارة. وهل من قائل لا يجوز؟ هل من قائل لا يجوز لها أن تسوق العمارة؟ لا، ما قال أحد منها، لكن قيل بالعكس. ويما أستر تقول إيش؟ السيارة ولا الحمارة؟ الحمارة؟ الله يهديك. هذا كان تسجيلك ويقارن بين قيادة السيارة والحمارة، فيقول أستر هي السيارة، وأنه طالما أن بإمكانها أن تركب على الحمار فبإمكانها. هذا رأي للإمام ناصر الدين الألباني. وأبدأ الحقيقة مع ضيوفي الأعزاء، معنا في استوديوهاتنا من الرياض الشيخ محمد الجذلاني وهو القاضي السابق والمستشار القانوني الحالي، وأيضا معنا المستشار والقانوني والمحامي الأستاذ خالد أبو راشد من جدة، وينضم أيضا لنا الأستاذ يحيى الأمير الباحث في الشأن السعودي والكاتب في صحيفة الوطن السعودية. أبدأ معك شيخ محمد، هل هو قانوني اعتقال السيدة منال الشريف في وقت متأخر من يوم أمس؟ أولا أحييك أخي علي وأحيي الأخوة المشاهدين. وحقيقة يعني هذه القضية أنت يعني حسمت كل جدل بقراءتك أو نقلك عن خادم الحرمين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني
لمقولاتهم التي تعتبر وضعا للنقاط على الحروف. أعتقد أن الجواب على هذا السؤال هو جواب أن خادم الحرمين يعني أكد أن المرأة تقود في البادية، وبالتالي فهذا يعني ما دامت تقود في البادية وملك البلاد يقول أن المرأة تقود سيارتها في البادية ونحن نعلم وأنها كذا، لكن المدن تحتاج إلى صبر. معنى ذلك أن ملك البلاد يؤكد مشروعية هذا الفعل وأنه موضوع فضفاض، ليس هناك يعني نص نظامي أو شرعي يمنع من ذلك. فعندنا في النظام الأساسي للحكم وهو دستور هذه البلاد بأن لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، فأين النص الشرعي أو النص النظامي الذي يعني قد يكون هناك من يحتج بالفتوى، أو قد يكون هناك من يحتج بأن المعمول به في النظام المعمول به وليس المنصوص عليه المعمول بعدم السماح. لكن حين نكون أمام واقعة مادية وامرأة قادت سيارتها، فحقيقة من الناحية القانونية البحتة ليس هناك أي عقوبة يجوز إيقاعها في على هذه الحالة أو الإيقاف حتى، لأنها لم تخرج عن المعمول به الذي صرح به ملك البلاد وسمو ولي العهد. والنائب الثاني أيضا أكد بأن الجدل لا معنى له وأنها مسألة اجتماعية. فحقيقة هذه القضية يعني فضفاضة نوعا ما. لكن يبقى مسألة الفتوى الشرعية هي أصعب ما في الموضوع. الفتوى الشرعية المعمول بها في المملكة هي تحريم قيادة المرأة للسيارة، وتبقى هذه الفتوى هي العنوان العريض للتعامل أو لبحث وتناول هذه القضية في جميع المجالات. لكن أيضا يجب إعادة النظر في كثير من الأمور. أنا أحب أن أؤكد بأن هيئة كبار العلماء أو المفتين عندما يفتون بتحريم قيادة المرأة للسيارة أنهم ليسوا مسؤولين عن تهيئة الجو المناسب لقيادة المرأة، هم أفتوا وأصدروا فتواهم على ضوء ما يعرفونه من الواقع. حقيقة في واقع المدن وفي يعني لا يمكن قياسها على ما يحدث في البادية، وإن كان يعني من الناحية النظامية يدل على أنه ليس هناك نص نظامي يمنع، لكن من الناحية الواقعية فما يحدث في المدن حقيقة لا يمكن السماح للمرأة بقيادة السيارة دون ضوابط، وهذا ما أكدت عليه مرارا. وبالتالي فأنا مع قيادة المرأة للسيارة وأنا ضد قيادة المرأة للسيارة. أنا ضد أن يصدر قرار دون ضوابط بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وأنا ضد منع المرأة هكذا مطلقا من قيادة السيارة. فالمسألة تحتاج إلى معالجات وإلى يعني جوانب كثيرة يجب معالجتها. طيب. يعني أشرت لها في أكثر من مناسبة. من أهم المعالجات أن يضبط السن الذي يجوز للمرأة قيادة السيارة فيه، ويضبط أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر، ويضبط أيضا أن يكون داخل المدن، ويضبط أيضا أن يكون في أوقات محددة، بحيث مثلا بعد الساعة 12 من الليل قد مثلا على سبيل المثال لا يجوز للمرأة أن تقود سيارتها. يضبط أيضا تناول ما يحدث بعد صدور هذا القرار. طيب. من يعني تجاوزات أو من. طيب. أشياء شيخ محمد بس سؤالي الآن قضيتنا نعم نعم مرورية. نعم سنخوض في ذلك، ولكن من ناحية قانونية هل هو قانوني موضوع منال الشريف واعتقالها في ساعة متأخرة؟ لا أعتقد أبدا، لا أعتقد. أنا أقول لك يعني كنت سأقول غير ذلك لو لم أسمع خادم الحرمين ملك البلاد يؤكد أنه يعلم وأنه لا يمانع بأن تقود المرأة السيارة في البادية، فليس هناك أي يعني نص نظامي يجعل في البادية حلال وفي المدينة مخالفة أو حرام، يعني من الناحية النظامية. نعم.